من القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. الرئيس منطقتنا تحملت العبء الأكبر من ويلات الإرهاب. فكرتك شركتك مع سحر ناصر في نيويورك. السكة الحديد 100 مليون دولار وقانون جديد. السجن المشدد لقاتل محمود في كافيه مصر الجديدة. وإليكم تفاصيل النشرة. العنف لا يعبر عن الإسلام ونسبته ضئيلة بين المسلمين، هذا ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حواره مع شبكة فوكس نيوز الإخبارية، قائلا أن التطرف والإرهاب الذي ترتكبه بعض الجماعات هو عبارة عن قراءة خاطئة للدين الإسلامي، مؤكدا على أهمية أن يقف المجتمع الدولي في مواجهة ذلك استنادا إلى استراتيجية شاملة لا تقتصر على الوسائل العسكرية والأمنية فقط، بل تمتد لتشمل العناصر الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مضيفا نحن في منطقتنا تحملنا العبء الأكبر من ويلات الإرهاب والتطرف على مدار الأعوام العشر الأخيرة، ونحن أيضا أكثر من دفع ثمن هذا الإرهاب والتطرف في العالم. على جانب آخر، أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال لقائها مع عدد من المستثمرين ومسؤولي الصناديق الأمريكية أن مصر قامت بعدد من الخطوات لتحسين بيئة الأعمال، من بينها إقرار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، حيث يتضمن كثير من الضمانات والحوافز لتشجيع المستثمرين وزيادة النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار أطلقت مبادرة فكرتك شركتك لتشجيع رواد الأعمال، إضافة إلى دعم القطاع الخاص لدوره في زيادة الاستثمارات. ودعت الوزيرة الصناديق الاستثمارية الأمريكية إلى التوسع في استثماراتهم بمصر، مؤكدة على تذليل كل العقبات التي تواجه كافة المستثمرين. السكة الحديد في اجتماع الحكومة. فقد أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات عن موافقة المجموعة الاقتصادية خلال اجتماع مجلس الوزراء على تدعيم قطاع السكك الحديدية ب100 مليون دولار، مؤكدا اهتمام الحكومة بالبنية الأساسية للقطاع، مشيرا إلى الموافقة بالإجماع على تعديل بعض نصوص قانون السكة الحديد تمهيدا لإرسالها لمجلس الدولة ثم عرضها على البرلمان، موضحا أن القانون يعكس رؤية الدولة كمراقب ومنظم قوي للقطاع الخاص، مشددا على أنه لا خصخصة للسكة الحديد. جهود حرس الحدود في أسبوعين. فقد نشر العقيد تامر رفاعي المتحدث العسكري أبرز ما قامت به قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للقضاء على العناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة في الفترة من 3 حتى 18 من سبتمبر، حيث تمكنت من ضبط فرد إرهابي وأكثر من 1.5 طن من البنجو المخدر و3,200,000 قرص من المواد المخدرة و150,000 قرص من الأدوية المغشوشة، بالإضافة إلى 31 عربة يتم استخدامها في عمليات التهريب، وأيضا ضبط 340 فرد من جنسيات مختلفة خلال محاولات للهجرة غير الشرعية. عقبت جنايات القاهرة المتهم بقتل شاب كافيه مصر الجديدة بالسجن المشدد 7 سنوات وتعويض مدني مؤقت 10,000 جنيه ومصادرة السلاح الخاص بالمتهم. يشار إلى أن نيابة شرط القاهرة أحالت المتهم عمرو فزاع عامل إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل الشاب محمود بيومي عمدا بالتعدي عليه بآلة حادة أودت بحياته داخل كافيه في مصر الجديدة للخلاف على ثمن المشروبات. كما أحالت النيابة أسامة النجار صاحب الكافيه وعبد الرؤوف محمود مدير الكافيه إلى محكمة الجنح بتهمة احتجاز الزبائن والحصول منهم على مبالغ دون وجه حق، مع إخلاء سبيل 8 عمال بدون ضمان واستبعادهم من القضية. اللاعبون مع كوبر. فقد أكد عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني أن لاعبي الفراعنة يكنون كل الحب والاحترام للجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر، رافضا الهجوم المتكرر عليه دون سبب واضح، مضيفا أن جميع لاعبي المنتخب مقتنعون بفكر كوبر ويتمسكون باستمراره مع الفراعنة حتى مونديال روسيا، معربا عن ثقته في قدرة الفراعنة على حسم بطاقة المونديال أمام الكونغو في أكتوبر المقبل. نهاية النشرة، إلى اللقاء.